خلي بالك احنا في عز كما كانت الصعوبات كانت موجوده، في عز ما كان موقوف القيد نادي الزمالك احرز البطوله. فمش عايزين نقول اه ده يبقى اساس موجود، لا، لكن انا بتكلم ان لازم تبقى في امور كتيره جدا تبقى متاحه للفريق، متاحه للعيبه، متاحه للجهاز الفني، متاحه للجمهور، ان هو ان اللعيبه ديت ترضي جمهور نادي الزمالك وعاشقين نادي الزمالك. الجمهور عامل مهم جدا بالنسبه لنا وبالنسبه لنادي الزمالك، ان هو الايد او زي ما بيقولوا اللاعب نمره واحد، ما بقولش نمره 11، اللاعب نمره واحد. وشفنا مواقف كتيره جدا في الفتره اللي فاتت. فاتمنى من اللعيبه يعني ان شاء الله باذن الله يبقى الموسم ده انت بتلعب وتجتهد، فاهم قصدي، لنادي الزمالك ولجمهور نادي الزمالك.